أسعدتم أوقاتا مشاهدينا أينما كنتم، أهلا بكم إلى عدد هذا المساء من برنامج ملف خاص نخصصه للاستثمار أو لإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار ورهان مواكبة الإقلاع الاقتصادي للمغرب، حيث تشكل هذه المراكز منذ إنشائها في العام 2002 حلقة مركزية في الاستثمار، وهو ما حتم إصلاحها بعمق لتواكب متطلبات الميثاق الجديد للاستثمار، والذي جاء بتدابير وإجراءات طموحة جدا من أجل النهوض بهذا القطاع. متابعة لهذا الموضوع يسعدنا أن يحضر معنا في الاستوديو الأستاذ بدر الزاهر الأزرق، الباحث في الاقتصاد وقانون الأعمال. أهلا وسهلا بك. مرحبا. ورحب أيضا بضيفي عن بعد، ينضم إلينا عبر سكايب الأستاذ رضوان زهر المحلل الاقتصادي. أهلا بك سيدي. أهلا وسهلا، مرحبا، شكرا على الاستضافة. شكرا على تلبية الدعوة. أرحب كذلك بالأستاذ عبد الإله عتيد الخبير الدولي في تسيير المقاولات والأستاذ الجامعي. أهلا وسهلا بك. شكرا للإيمان على الدعوة. شكرا لكم ضيوفي الكرام على تلبية الدعوة. أبدأ معك أستاذ بدر الزاهر الأزرق، سبب النزول أو مناسبة طرح هذا الموضوع هو اللقاء الذي عقدته بالأمس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، وتم فيه تقديم مشروع القانون الذي هم تغيير وتتميم القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وأيضا إحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار. بداية نقرأ أهم ما جاء في مداخلة السيد الوزير محسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية. ما هي أهم الأفكار؟ ما هي أهم التوجهات الإصلاحية الجديدة على درب طبعا النهوض أكثر فأكثر بدور هذه المراكز الجهوية واللجان الجهوية لاحقا في طبعا رفع رهانات هذا القطاع، القطاع أو قطاع الاستثمار؟ أكيد. الآن جاء السيد الوزير ليستعرض حلقة أخرى من حلقات إصلاح المشهد الاستثماري، إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وأظن بأن الإصلاحات الأولى التي همت النصوص التشريعية وأيضا الشق المؤسساتي واستقلالية هذه المؤسسة قد تم بالفعل، وهذه المؤسسات اليوم وهذه البنيات الموجهة لتحفيز الاستثمار على مستوى الجهات اطلعت من مجموعة من الأدوار وأسندت لها مجموعة من الصلاحيات، وبالتالي كان لزاما المرور إلى السرعة الثانية لعلى مستوى الرؤية، لعلى مستوى أيضا المجالس الجهوية للاستثمار التي تضم فاعلين متعددين. أي اليوم نتحدث عن مجالس لديها أدوار ولديها صلاحيات في توجيه دفة الاستثمار في الجهات من أجل إقرار مبدأ العدالة المجالية على مستوى الاستثمار، من أجل كذلك تعريف للأدوار لكل الفاعلين، سواء تعلق الأمر بالإدارة المركزية، بالإدارات بالبنيات المنتخبة، بالمستثمرين وغيرهم. إذن اليوم السيد الوزير استعرض مجموعة من المقتضيات المستجدة على مستوى النص القانوني الجديد تهدف إلى تحديد أدوار هذه المجالس، إلى تحديد الفاعلين المتدخلين فيها، ثم أيضا سقف الاستثمارات المعنية بهذه المجالس، أي السقف المالي، وقد تحدث على ما يقارب 260 مليون درهم. أظن بأن اليوم هذه الخطوة هي خطوة ثانية أتت بعد التقعيد الفعلي لاستقلالية هذه المراكز، وكذلك للأدوار الجديدة التي طلعت بها، خاصة أنها اليوم هي تعتبر كشباك وحيد، ثم كذلك هي جاءت على ضوء مجموعة من الانتقادات ومجموعة من الملاحظات التي وجدت لهذه المراكز خلال فترة العمل الأولى، سواء من خلال المؤسسات التشريعية أو غيرها. أظن أن اليوم جاء الزمن لتدارك هذا الخلل الذي كان يسم عمل هذه المؤسسات في الماضي، ثم التوجه مباشرة نحو إقراء إصلاحات جذرية. واليوم أظن بأن مسألة المجالس الجهوية كانت هي حلقة أخرى قد يكون لديها أثر إيجابي على مستوى تحفيز الاستثمار وعلى مستوى كذلك إعطاء هوية استثمارية لكل جهة على حدة. على حدة. نعم. سأواصل من حيث انتهيتم، من حيث تقييم ما تحقق. نعم. على مدى تقريبا أكثر من عقدين. نعم. من الزمن. أتحول إليك دكتور عبد الإله عتيد، جلالة الملك محمد السادس سبق ووصف الاستثمار في خطاب افتتاح البرلمان للعام 2022، وصفه بأنه القطاع المركزي والمصيري، كان هذا هو أو كانت هذه هي الكلمة التي استعملت، القطاع المصيري لتنمية البلاد. طبعا
آمال كبيرة علقت على المراكز الجهوية للاستطبار التي تم إطلاقها في العام 2002 بعد مرور طبعا كل هذه السنوات. ما هو التشخيص؟ ما هي مكامن الخلل التي وقفنا عندها، وبأي رؤية نتجه نحو المستقبل؟ والخطاب الملكي أصاب كبد الحقيقة كما يقول العرب، أن الاستثمار يخلق الثروة. الثروة تمكننا من تشغيل الناس، من أداء الضمان الاجتماعي، جميع الصناديق الاحتياطية، نستطيع شراء آلات جديدة، نستطيع أن نواجه بها الحياة. يعني الاستثمار وهو قلب العملية الاقتصادية، وبالتالي نحن لدينا ثلث الاستثمارات العامة هو خاص والثلثين عام. وهنا جلالة الملك يريد أن تقلب هذه المعادلة، ثلثين للقطاع الخاص، لأن القطاع الخاص يستيقظ مبكرا من أجل الربح، وهذا هو أفضل حافز ممكن في الحياة. والثلث يبقى للدولة. لماذا؟ لأن هناك مشاريع وأوراش هيكلية كبرى جدا، حتى إمكانياتها، وفي كثير من الأحيان ليس في مصلحة الدولة أن تضعها للخواص، حتى في الولايات المتحدة الأمريكية التي اخترعت النظام الليبرالي. اشتغلت مراكز الاستثمار كما أرادت أن تشتغل أو كما أمكن لها أن تشتغل منذ 2002 حتى الخطاب الملكي ديال 29 يوليوز 2017. دارت داكشي على قدرات، ولكن الشيء اللي أنا كنسطر عليه بالأحمر هو منذ الانتقاد الملكي لطريقة اشتغال صناديق مراكز الاستثمار منذ 7 سنوات، ماذا فعلنا في 7 سنوات؟ أنا لا أريد أن نحمل الموضوع أكثر مما يستحق بالنسبة لمراكز الاستثمار. اشتغلت في أحد المشاريع مع أحد المراكز، يعني أعرف الآلة من الداخل حتى لا تكون يعني هناك تحامل عليها. أولا الإطار القانوني والإداري. كثير من مراكز الاستثمار عندما ننتقدها يعني ولو بشكل حبي تقول أن صلاحيتها مقيدة. إذن يجب مراعاة الإطار القانوني والإداري، القانون الإداري، حتى نعطيهم صلاحيات وآليات للاشتغال أوسع، وآليات للتنفيذ أكثر، أوسع للتنفيذ وللنزول إلى أرض الواقع. هناك الإطار البشري، وهذا أنا تحدثت فيه كثيرا مع كثير من مراكز الاستثمار. عقلية الوظيفة العمومية هي عقلية دائما محافظة في جميع دول العالم، ومناقضة تماما لعقلية المخاطر للقطاع الخاص. وكيف تمكن رجل من الوظيفة العمومية لم يشتغل أبدا في القطاع الخاص بإعطاء رأيه النهائي والتأشيرة النهائية على مشروع استثماري بالملايير؟ هناك تناقض. إذن الحل الوسط ما هو؟ وهو تنقيح الإدارة العمومية بأطر عليا أتي من القطاع الاستثماري البنكي أو القطاع الخاص أو مكاتب استشارات، يعني لديها اسم محترم جدا في الساحة الدولية أو الوطنية. هذا التنقيح سيكون بمثابة القاطرة التي تجر هذا القطار الذي أعطى الكثير ولكن لم يعطي ما يكفي في ظل جميع الإرهاصات والانتظارات. وما ننتظر منه في الخطة المغربية كهذه. تماما. وهناك مجموعة أيضا من الاقتراحات أضع المجال للإخوة الخبراء فيما بعد. طبعا الاقتراحات ربما نتداول بشأنها لاحقا. تكلمتي على الإطار القانوني والإداري، تكلمتي أيضا على العنصر البشري. سأواصل مع ضيفي الأستاذ رضوان زهرو، ربما تشخيص واقع حال هذه المراكز الجهوية للاستثمار، والتي لا نريد أن نسقط في فخ التحامل، ولكن في نفس الوقت نحن هنا من أجل تمرين نقد بناء. أعطيت لها صلاحيات، مكنت من العديد من الهوامش، هوامش الفعل، لكن الحصيلة لم ترقى لطبعا ما كنا ننشده وما نزال ننشده. وهناك تفاوتات في طبعا حصيلة كل هذه المراكز، لا يمكن أن نضعها في سلة واحدة. نستكمل معكم أستاذ رضوان زهرو التشخيص، وأيضا وضع الأصبع على مكامن الخلل. نعم، للمراكز الجهوية للاستثمار، وإن كان ما قامت به لا يرقى إلى المطلوب، لكن قامت في وقت من الأوقات بدور معتبر من أجل مواكبة المستثمر الوطني والأجنبي كذلك. اليوم
طبعا هناك سياق خاص، سياق دولي ووطني خاص. هناك أولا منافسة كبيرة على الصعيد العالمي. اليوم جميع الدول تسعى أن تكون دول صاعدة، جميع الدول اليوم تسعى إلى أن تجلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ولذلك اليوم تطرح قضية التنافسية. الدول التي عندها تنافسية أكبر هي التي يمكن أن تجلب المزيد من الاستثمار. صحيح المغرب اليوم نحن في نهضة اقتصادية، نحن ننشد إقلاع الاقتصادي، ولا شك أن لا القانون أو المدونة الجديدة أو الميثاق الجديد للاستثمار ولا اليوم إصلاح ديال المراكز الجهوية للاستثمار جاءت لتواكب هذه النهضة وهذا الإقلاع. إذن هناك منافسة على الصعيد العالمي، المغرب يتقدم، لكن أيضا دول أخرى في إفريقيا وأيضا دول عربية وحتى أوروبية هي أيضا تسعى اليوم إلى جلب الاستثمارات. إذن كان لابد من أن نواكب المستثمرين من أجل أن نرفع من التنافسية المتعلقة بالتكلفة، وأيضا التنافسية البنيوية، وأيضا التنافسية التي هي مرتبطة ببعض العناصر اللي هي إدارية محضة. ذكرتم الخطاب الملكي افتتاح الدورة البرلمانية في أكتوبر 2022، وهذا الخطاب الذي قدم فيه جلالة الملك وصفة شاملة ومتكاملة لإنعاش الاستثمارات الخاصة الوطنية وكذلك الأجنبية. وفي هذا الخطاب تحدث عن رهانين استراتيجيين هامين، ندرة المياه من جهة والاستثمار لأهميتهما الاستراتيجية. أن يتحدث عنهما جلالة الملك افتتاح أمام نواب أو برلماني الأمة، فهذا يعني أن جلالة الملك يولي اهتمام كبير لقضية الاستثمار. اليوم ما هو الجديد في هذا المشروع القانون 2024؟ هو أنه لا يبقى قرار استثماري مركز في الرباط من خلال اللجنة الوطنية يرأسها رئيس الحكومة. لا بد إلى جانب الجهوية والتنظيم المراكز الجهوية للاستثمار، لا بد من إحداث لجان جهوية موحدة تعطاها مهام جديدة، تفوض لها بعض المهام التي كانت للجنة الوطنية، وخاصة مثلا اتخاذ القرار فيما يتعلق باتفاقية المشاريع الاستثمارية التي تقل عن كما ورد في المشروع عن 250 مليون درهم. سنعود ربما للحديث عن هذه اللجان. قبل ذلك أريد أن أتوقف عند أبرز هذه المستجدات التي وردت في مشروع القانون والتي نعول عليها من أجل التقدم إلى الأمام. طبعا تحدثنا عن مكامن الخلاء، عن النواقص، وأيضا هناك إكراهات نتفهم وجود هذه الإكراهات. هناك ظرفية وطنية، ظرفية دولية. الوزير الجزولي قال بأن هذه المستجدات تهم الحكامة، حكامة وتنظيم المراكز الجهوية للاستثمار، حكامة اشتغال اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، مسألة لا تمركز هذه الاتفاقيات خاصة أقل من 250 مليون درهم، إلى جانب الاستثمارات في مجال التعمير والطعون. نريد منكم أن تبسطوا لنا هذه المضامين. أول شيء، هذه ليست مستجدات بقدر ما هي مرتبطة بما أشير إليه من خلال سجل خلال السنوات الماضية، نوع من التدارس. مسألة الحكامة على مستوى المراكز الاستثمارية كانت دائما ما ترى جدل كبير، لا بالنسبة للصيغة الأولى اللي كانت هي تابعة للوزارات الداخلية أو تحت وصايتها، ولا بالنسبة للصيغة اليوم، لأن حين نقول بأن معظم القرارات المتعلقة بالاستثمار كانت تتخذ على مستوى الرباط، على مستوى اللجنة الوطنية، وعلى مستوى هذا مستوى فاعلين آخرين غير مراكز الجهوية للاستثمار، إذن هذا أيضا كان مشكلة مستوى الحكمة. إذن حتى يكون هناك توازن في اتخاذ هذه القرارات، الآن هناك توسيع شيء من الصلاحيات حتى على مستوى اتخاذ القرار بالنسبة للمشاريع اللي كتحدث عليها كتقل على 250 درهم على الأقل، 250 مليون درهم على الأقل كمرحلة أولى. وهذا كان تحدثوا على التوسيع تدريجي لصلاحيات هذه المراكز وصلاحيات هذه اللجان، من أجل على الأقل إعطاءها الإمكانيات والأدوات للتسويق، لأن كانت هناك خلل على مستوى التسويق الترابي للجهات، وبالتالي هذا اللي كي أكدوا اليوم
توزيع الغير متوازن للاستثمار الداخلي والخارجي على مستوى الجهات المغربيه. مؤخرا كنتكلم نعطيك انا غير رقم صادر اللي صدر على مستوى انشاء المقاولات 23000 مقاوله. اين تتمركز كل هذه المقاولات التي انشئت؟ انا ما كنتكلمش على الاستثمار الخارجي، انا نتكلم غير على الداخلي. نعطيك اذا هنا فشل ان اين تتمركز فشلت بقيه المراكز في اقناع. اين تتمركز هذه؟ تتمركز في محور طنجة الدار البيضاء وشيء ما غادي نزيدو مراكش لان خدمات السياحه هذه الاشياء. ما غير داك الشيء راه حتى اللي كانت شيء ما تقاوم بحال فاس ومكناس وجده وغيرها تراجعت بشكل كبير. وهذا نسائل اليوم هذه المراكز اليوم ماذا حصل على مستوى تسويق ترابي لهذه الجهات. هل المساله الاولى على مستوى كذلك الجاذبيه والتثمين اللي تكلم عليه المستوى اليوم؟ لان سنوات قلنا بان مراكز الجهوي للاستثمار بمعيه فاعلين اخر، لان مساله الاستثمار اليوم على المستوى الجهوي راه ماشي غير مركز الاستثمار الجوي الاستثمار اللي كيتحكم فيه، راه عندنا متدخلين اخرين، راه عندنا ادارات، عندنا فاعلين منتخبين، عندنا المقاولين والشركات العامله، الناس الجمعوي المدني وغيره. اذا حتى المساله ديال تعريف ادوار كل فاعل وصلاحياته وطريقه تدخله والعمل من داخل اللجنه وغيره كان بالضروري انه يكون هناك تدقيق في هذه الامور هو اللي تم اليوم. مساله اخرى اللي هي مرتبطة تكلمنا على التسويق الترابي وتكلمنا على الحكمة من داخل اللجنة، كنتكلموا حتى على 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 مستوى اليوم مركز الجهوي للاستثمار الدور الأساسي ديالها كشباك واحد. هل حقيقة اليوم وأنا كنتمنى الأستاذ اللي هو اشتغل معاه، هل حقيقة اليوم أنا كمقاول غنمشي للمركز الجهوي للاستثمار وغنقوم بجميع وسيغنيني عن غيغنيني عن اذا واش فعلا اذا عرض الارض الواقع؟ اذا هنا حتى مساله ان هذا الدور الاساسي ديالو، لان بالاضافه للتسويق بالاضافه للحكمه بالاضافه للتنسيق كاليه تنسيق بين مختلف الاطراف المعنيين بالاستثمار راه حتى هو كان خصو يكون احد الادوات ديال التبسيط خلق الشركات. شحال ديال الوقت اللي غيكلفني اليوم باش نخلق شركه في المغرب؟ هذا راه سؤال تيدخل توا في التنافسيه لهاد الجهات على المستوى الوطني ولا تنافسيه الاستثمار في المغرب. وزيد وزيد المساله الاساسيه اللي كنتمنى اليوم انها تصلح اللي توسعات وهذه الاشياء هي المساله ديال 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 ديال, ديال الهويه الاقتصاديه. الى اليوم نشأنا دخلنا في الجهويه المتقدمه وبدينا كننزلوها وبدينا كنتكلموا على ان كل جهه غتكون عندها هويه اقتصاديه في اطار التكامل. يعني انا ماشي غنستنسخنا مدرج طنجه ونجي نديرو في فاس، غتكون عندي صناعات السيارات بيس في فاس وبيس في مراكش. ما يمكنش. هنا عندنا الان الجهويه خصها تخاض بعين الاعتبار ويتم التسويق لها وفق الخصوصيات الاقتصاديه والبشريه لكل جهه. الى يومنا هذا هذا الامر مازال ما تمش بالشكل الامثل، وشيء ما هو اللي كيفسر اليوم اختلال هذا التوزيع للاستثمار، لان ما قدرناش نقنعوا المستثمرين بالامكانيات اللي كاينه عند الجهات الاخرى، والمستثمرين لا الاجانب ولا المغاربه كيتوجهوا للمحاور الكبرى لانهم عندهم شبه ضمان ان مشروعهم غادي ينجح في هذه المناطق ما غينجحش في هذه المناطق الاخرى. ولكن ماذا عدنا على مستوى المناطق الاخرى؟ يعني مناطق اخرى عندها مؤهلات، عندها امكانيات، عندها بدائل على مستوى الخيار الاستثماري، ولكن هل واكبنا ذلك وأعددنا المناخ الملائم وأعددنا البنية التحتية اللازمة وهيئنا العنصر البشري المؤهل من داخل الصندوق أو من داخل المعمعة كيف سميتها سي عبد الإله عتيد؟ اليوم عندنا لجان جهوية للاستثمار، هل تأتي بالحلول أم أن الحلول مرتبطة أساسا بتجويد وتقويم ما تم وضعه قبل الانتقال إلى مرحلة أخرى؟ سيدتي في التحليل الاستراتيجي لجميع المشاكل الشخصية أو المقاولاتية أو على صعيد الدولة أو حتى المؤسسات الدولية هناك هرمية في التحليل. إذا ما غربنا مشاكل التي عانت منها مراكز الاستثمار على مدى 22 سنة، أنا أجزم لست محامي مراكز الاستثمار ولكن راك تستحق بالناتج هنا واحد النوع من العدالة الاجتماعية في الحوار. لا غربنا المشاكل ديالهم، أنا أكاد أجزم من كل 20 مشكل غلقوا 19 ديال الحكمة وواحد اللي ديال التسيير. بمعنى واحد الحكمة فيها مسؤولية، لا الحكمة ما كيديرهاش المركز ديال الاستثمار ويأكد عليها الأستاذ بدر على مستويات أعلى. اولا بعدنا وزاره الاستثمار امتى استحدثت كوزاره للاستثمار ماشي داخله مع التجاره والصناعه ولا مع شي واحد اخر. اذا نهيب برئاسه الحكومه ان في اي انتخابات تبقى وزاره الاستثمار ما تدخلش مع التجاره ولا تدخل مع شي واحد اخر. هذه هي الاولى. تحت من وزير الاستثمار اللي هو عنده لون سياسي ويمكن يتبدل، انا اقترح يكون المندوب السامي للاستثمار بحال كاين بزاف ديال المناديب ساميين. علاش؟
باش يكون هو الصندوق الأسود لسياسة الدولة للاستثمار، سواء كان الرئيس ديالو وزير الاستثمار من اليمين أو اليسار أو الوسط، يبقى هو العلبة السوداء حتى عند سقوط الطائرة لا قدر الله. إذن احنا ما بغيناش يبقى عاوتاني هاد الناس راه كيتكرفصوا، هما من اللي قربنا بزاف ديال الأطور اللي بعد منهم جايين من القطاع الخاص، قال لك راه يدينا مكتفين. وثانيا حتى بعض المرات كتجيه نوت من الرباط ما كيعرفش كيف يفسرها، وانا شفت واحد المثل ما تعرفش اش من تفسير تعطيها، ولو انك قاري الفرنسيه يعني قاري تفلا ميسيون اللي كنت صغير، لانه الصيغه ما واضحاش. وملي كتزيد على هذا الشيء كامل انك في المجالس، راه عرفتي شكون اللي عندنا في المجالس البلديه والقراويه وحتى اللي فوق منها المجالس الاقليميه، البروفايلات عند البروفايلات، نحن لا نتحامل على احد كما لا نبخس مستوى اي احد، ولكن راه بزاف الناس ما يفهموش الابجديات ديال لغه الاستثمار الا جات تكلم معهم واحد من مركز ديال الاستثمار. راه مشكل كبير. على الاقل باش ما نبقاوش حنا واقفين حتى نصلحوا المدرسه اللي غتعطينا ناس مزيانين، ونديروا قوانين اللي تعود اللي ما عندوش الباك ما يكونش مجلس بلدي، اللي ما عندوش الباتشلر يعني باك بليس 3 ما يكونش في البرلمان. في انتظار ذلك اشنو غادي نديروا؟ هادشي كله غتردوا له غيعطيك اصلاح المدرسه اول كلمه. لا ولكن هذا مدى طويل، دابا اليوم تتكلموا المدى القصير. المدى القصير تبقى وزاره الاستثمار كيف ما تجي اي انتخابات اللي غتطلع اي لون سياسي، تبقى وزاره الاستثمار تحت من ثابته في الهيكله الحكوميه طبعا دائما، ما دامت انها حتى توجه ملكي يعني ما بقاش حتى الاختيار، لانه الكلام ديال سيدنا راه قانون في حد ذاته، وعاد غادي في الاتجاه الصحيح. تحت منها يكون مندوب سامي للاستثمار. علاش انا ما بغيتش ندير بيروقراطيه؟ هو العلبه السوداء. اشتغلت مع السيد الوزير من اليمين، الاخر من اليسار، من الوسط، التوجهات ديال البلاد اللي هي التوجهات الملكيه. كاين المرجع. لا طبعا كاين المرجع، وكاين لا ما تجيش تقول لي كاين الاربيتراج، كاين التحكيم كيقوم به. حتى واحد المشكل راه كاين دابا لاله ايمان، والاساتذه الكرام يقدروا ياكدوا على هذه القضيه. كيجي وزير جديد من تيار سياسي معين، يدير برمجه ديال 20 مليون ديال الدرهم باش يدير تحيين الدراسه اللي داروا الناس اللي قبل منه. ايوا هاد المساله هادي راه ولات ما كنشتغلوش بمنطق التراكم، يعني هذا عنوان استمراريه كما قلتي واستمراريه، يعني هذا عنوان عريض اللي كيجي كيدير طاب الغاز، وهذا مشكل. وهذا المشكل راه ما كاينش غير عندنا، راه في الفرنكوفونيا فرنسا، راه شفتي شنو كان وقع على المكاتب الكبرى للدراسات، ومازال الحوار حتى هذا الاسبوع كان في قناه فرنسيه، ان مبالغ هائله كتخسرها الحكومه الفرنسيه. واش كتعطيك خطوط عريضه اللي بعيده على داكشي اللي بغات الجهات، ملي غتعيط لاكيتان تقول لهم يقول لك هادشي هذا اللي دار هادشي راه عمره ما نزل الارض الميداني، يمكن كيعرفنا غير من عن طريق الكمبيوتر. اذا حتى هاد الدراسات راه كتصاب الادارات بشلل فكري الا ولات كتشري دراسات من الاول حتى الاخر. كاين اشياء اللي تقنيه غادي نتكلموا على الماء، ماشي في متناول الجميع انه يدوي على الماء مثلا، ولكن ان المسائل الاداريه البسيطه، انا لاحظت بزاف ديال مراكز الاستثمار، وراه غادي تشوف حتى لو سيت ديال لي زابيل دوفر ديال طلبات العروض، كاينه اشياء اللي انا نفضل ينزلوا جوج من ذاك المركز، وهما اللي يدوروا واحد 15 يوم الجهه ويدووا مع الصناع التقليديين فاش يجيبوا مكتب يديره. علاش؟ باش حتى هما يراكموا واحد شويه ديال الخبره. هما غيقول لك ما عندناش بزاف الموارد، انا قلت لك ماشي كاع الدراسات غير شي وحدين. واضح. طيب نستكمل طبعا دائما في نفس الاتجاه. اليوم الجديد واللي عرجتي عليه في مداخله سابقه استاذ رضوان زهولي هو اللجان الجهويه. طبعا عندنا لجنه وطنيه او نتكلموا على لجنه جهوي او لجنه يعني مركزيه، اليوم تنتكلموا على التوجه الجهوي على مستوى لجان الاستثمار. ما هو التصور وما هي القيمه المضافه، ومتى سنجني الثمار المرتبطه بوجود هذه اللجان الجهويه، وفعلا يتعلق الامر يعني بنقله نوعيه قد يضمنها وجود هذه اللجان الجهويه للاستثمار تدعم عمل هذه المراكز ونتجاوز بها مكامن الضعف؟ نعم، نتمنى ان يتحقق ذلك، نتمنى ان يساهم القانون في هذه النهضه الاستثماريه في بلادنا، نتمنى ايضا ان تساهم هذه اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار أيضا في إحداث واحد قفزة نوعية في المجال ديال الاستثمار. طبعا مشروع القانون جاء بثلاث نقاط أساسية في بيطة، وكانت دائما تشكل عائق بالنسبة أمام المستثمر. أولا القرار، اتخاذ القرار فيما يتعلق بالمشاريع الاستثمارية المقدمة. ثانيا ما يتعلق بالعقار، لأنه من المعوقات الأساسية في مجال الاستثمار في بلادنا هو تعدد الأنظمة أولا ديال العقار،
ثم عدد من المشاكل المرتبطة بالعقار ومشكل توطين المشاريع الاستثمارية في الكثير من الأحيان في عدد من الجهات، لأنه نلاحظ على اختلال جهوي فيما يتعلق بالعملية الاستثمارية. طبعا المثال الجديد للاستثمار جاء ليعالج هذا الاختلال الجهوي من خلال عدد من أو من خلال الدعم في القطاعي والمجاري، خاصة في الجهات الأقل تقدما. طبعا القانون وأيضا هذه اللجان هي عنصر من العناصر، هي جاءت للمواكبة فقط، لكن نحن لابد أن نستغل ونستثمر كل المزايا والفرص الموجودة في بلادنا، وهي كثيرة، ولا نستثمرها كلها. ولذلك كان بإمكان بلادنا بالنظر إلى المزايا التي تتميز بها أن تجلب أكثر من النسبة التي نجلبها الآن ديال خاصة الاستثمار الأجنبي المباشر. عندنا القرب من الأسواق الدولية، القرب من أوروبا، اليوم القرب من عدد من الدول الإفريقية التي تعرف المستوى الدخل ديالها واحد ارتفاع مضطرد في الكثير من الدول. عندنا البنية التحتية الأساسية المتطورة جدا، عندنا المناخ، الأعمال اللي اليوم هو في تحسن. على كل حال المغرب يحتل مراتب أو يتقدم فيما يتعلق بالترتيب على مستوى مناخ الأعمال. عندنا الموارد البشرية، المهارات، خبرات، كفاءات، نلاحظها في قطاعات استراتيجية وذات كثافة تقنية وتكنولوجية عالية. غير هو هذا الشيء، واش عندنا على الصعيد الوطني أستاذ رضوان زهرو، أو عندنا متواجد على الصعيد الجهوي؟ لأن واحد من الرهانات الكبرى في اللحظة المغربية الحالية هو هذه العدالة المجالية على مستوى الاستثمار. هل هيئنا هذه الشروط ووفرنا هذه الظروف في مجموع جهات المملكة وإن بشكل متفاوت؟ طبعا صحيح، هناك اختلال جهوي كما ذكر الزميل. طبعا هناك جهات تحظى بالأولوية وتجلب أكثر من غيرها، نعرفها جميعا، لا داعي لذكرها. وطبعا لاحظ المشرع بأنه هذا الاختلال ربما إذا كانت هناك مواكبة متواصلة مستمرة فأعتقد للمستثمر، فأعتقد أنه ربما سنقلص من هذه الفجوة بين هذه الجهات. لكن لابد أن نؤكد على أنه اللجنة، هذه اللجنة الجهوية والقانون مهما بلغ من التقدم ومن التطور لا يمكنه أن يحل جميع المشاكل. اليوم هذا القانون جاء ثلاثة نقاط أساسية. القرار الاستثماري، هناك الاستثناءات على مستوى العقار لأنه المشكلة العقارية هي مطروحة بكثرة، ثم أيضا هناك مسألة الطعون أيضا في اتخاذ القرار، لأنه قضية السرعة بالنسبة لأي مستثمر، قضية الوقت والأجل فهي مهمة، كذلك ثقة بين المستثمر وبين الدولة. المشكل اليوم إلى جانب هذه المواكبة، إلى جانب واحد ترسانة قانونية متطورة وحديثة، أعتقد على أنه المشكل يبقى، وهذا ذكره تحدث عنه جلالة الملك في الخطاب الذي ذكرناه ديال افتتاح البرلمان في أكتوبر 2022، متعلق بعدد من العراقيل التي وصف جلالة الملك بعراقيل موضوعية أحيانا ومقصودة وذاتية، مصطنعة أحيانا كثيرة. كيف أنه ربما تكون، لأن جميع الدول بها تكون هناك إكراهات عراقيل، ولكن حينما تكون أحيانا عراقيل مصطنعة فأعتقد على أنه هذا هو المشكل. إذا اليوم التوجه ديالنا هو التوجه نحو تبسيط المساطر وأيضا الرقمنة ديال هذه المساطر. تبقى مشكل أساسي هو مشكل جهاز القضاء ما يتعلق بإصدار الأحكام في الوقت المناسب وأيضا تنفيذ هذه الأحكام، وهذا يطرح مشاكل كثيرة بالنسبة للمستثمر. إذن القانون جيد، حسن تنزيله طبعا سيفيد الاستثمار من دون شك،
اللجان الجهوية الموحدة لا شك أنها تعطي إضافة، لكن يا لابد من التركيز على الإدارة وعلى الجهاز أيضا القضاء لتنفيذ عدد المستثمرين يحصلون على أحكام، لكن أعتقد على أنه تنفيذها يطول وأحيانا يستعصي تنفيذ هذه الأحكام ويضطر المستثمر إلى ربما المثالي أن لا يلجأ المستثمر إلى القضاء، لأنه عندما يلجأ المستثمر إلى القضاء فمعناه أنه يعني كان هناك إخلال يعني شروط الواجب توفيرها من أجل تحفيز الاستثمار أكثر فأكثر. تكلمنا طبعا على التوجيهات الملكية، تكلمنا أيضا على رؤية ملكية خاصة بهذا الإصلاح، والهدف هو جعل الاستثمار محرك للإقلاع الاقتصادي. كان عندنا رقم ديال 500 ألف منصب شغل مفروض أن يتم توفيرها بين 2022 و2026، وحنا راه باقي لينا 6 شهور ونوصلوا ل 2025. للأسف بدر زاهر الأزرق يتألم. لا أين نحن بالأهداف؟ هذه شوف، أنت وضعتي الأصبع على الجرح. اليوم وحنا في فترة تقديم الحصيلة الحكومية، وكان الرقم الصادم هو رقم المؤشر البطالة اللي استرته المندوبية السامية قبل شهرين، 14 كمتوسط. أنا في 14%. يعني راه عندنا، وهذا الشيء كنتكلموا، الا مشينا للمجالات القرويه غنلقاو 20 و30%، وفي بعض القطاعات النسب مرتفعه، وعاد اللي جزءوا هذا المتوسط لبطاله حملات الشواهد وبطاله غيرهم، غادي نلقاو ارقام جد مرتفعه. وهذا رقم اليوم يعني كيسال الحكومه بخصوص هذا الهدف اللي تحددته، وجزء منه هو مرتبط بمنظومه الاستثمار، لان اليوم القطاع العمومي ما بقاش قطاع خلاق للشغل أو لمناصب الشغل، لأن اليوم كيف أشار الأستاذ قبل قليل التوجه هو عكس كفة أو توازن الاستثمارات لصالح القطاع الخاص على حساب القطاع العام. ولكن عن أي قطاع خاص نتحدث؟ هذا القطاع الخاص للأسف هو بنفسه عرف إفلاس 14,000 مقاولة السنة الماضية، 12,000 مقاولة قبل منها، ولكن في نفس الوقت بدأت الوتيرة. هنا قدروا نتكلموا على أن السياق كان معاكساً، كورونا، الجائحة، الصدمة التضخمية وغيرها، هذا الشيء، الجفاف وغيره، كانت تفهموا هذه الأمور، ولكن على مستوى آخر راه كان واحد النقائص، واحد ما كان من الخلل، واللي غنبقاو حنا غير في الإطار الاستثمار، ما غنمشيش لقطاعات أخرى ونتحدث عليها. على مستوى الاستثمار اليوم، الاستثمار فعلا اليوم انتهت واحد البنية اللي هي هذه البنية ديال المراكز الجوية للاستثمار في نسخة وصيغة جديدة، اختل، ما بقاتش عندها الوصاية ديال واحد البنية وزارية رجعت عندها استقلالية أكثر من بعد ما ألحقت برئاسة الحكومة. تعطت لها صلاحيات وتعطت لها إمكانيات، وشيء ما عملوا على تحسين الموارد البشرية فيها وغيره، مع أن النقص مازال إلى حدود اليوم، ولكن مسألة الاستثمار نتناسب بعض المرات، وأشرت إلى هذا في البداية، هي ليست مسألة فقط مركز الجوي للاستثمار، حتى نحاسب فقط مركز الجوي للاستثمار فقط، هي بوحدها على هذه الحصيله، هي جزء من هذا هي جزء من هذه الحصيله، هي مسؤوله عليه، وسبق تحدثنا عليه وتحدثنا على اشياء كثيره بخصوص مركز الجوي للاستثمار. لكن الاستثمار في الجهه هو ايضا مرتبط بالبنيه التحتيه، هو مرتبط ببقيه ادوار الفاعلين، لان العنصر البشري، العنصر البشري وغيره. اذا حنا على مستوى السرعه التنمويه في المغرب ما كان هناك خلل شيء ما. اليوم حنا كنتداركوا هذه الامور، جا واحد النموذج التنموي جديد، كاين توجيهات ملكيه اليوم قويه بخصوص انه يكون عندنا توازن على مستوى الاستثمارات العموميه. بدينا كنشوفوا اليوم ان الطرق السريعه بدات كتخرج من المحور الكبير وراه هي ماشيه للداخل وتيزنيت، بدينا كنشوفوا اليوم مطارات بدات كتفعل وتحرك في كل من الرشيديه وغيره، بدينا كنشوفوا ان الموانئ الكبرى ما بقاتش حكر على المناطق الشماليه الاطلسيه، اللي غيكون عندنا ميناء الداخله كذلك. كنتمنوا الديناميه تزيد وتدخل لعمق المغرب اللي ما كانش كيستافد من هذا الحراك التنموي الاستثماري، باش تسهل الماموريه على المراكز الجهويه للاستثمار، لان باش غنمشي نسوق لواحد الجهه خص يكون عندي واحد التصور معين، واحد البنيه التحتيه معينه، وواحد الفاعلين، حتى وعرض متكامل، وعرض متكامل، لان متكامل. اليوم انا قلت لك 23,000 شركه، مش اغلبها تنشا في المحور، راه عنده اسبابه، اللي من بينها ان الشركه تقول لك انا ما نستثمرش في الرشيد ديالي، يعني ما عنديش الطريق السيار، ما عنديش المطار، ما عنديش هاد الاشياء، وهاد الاشياء اللي ما يمكنش
كاينش المركز الجوي للاستثمار غادي يجاوب عليها، لانه هو يتاجر بما اعطي له. صحيح هادشي اللي كاين اليوم كيخص هو لا يخلق واقعا هو يصوره هو موجود. حنا يمكن قلنا بان في بعض الاماكن اللي كاين الجهات اللي عندها ما يسوق ولم يسوق، هذا كان لوم مراكز جوي الاستثمار. مي في الجهات اللي هي عندها امكانيات كبيره ولكن ما عندهاش بنيه تحتيه اللي غتمكنك من استغلال الامتار والتسويق لهذه الامور، خص الاشياء تحرك على مستوى الاستثمار العمومي ايضا وتوجه لهذه الجهات، وايضا تدرجها في مجال الاستثماري والتسويق الاستثماري ككل في المغرب. لان راه كاين اشياء كثيره نقدروا نسوقوا لها. اليوم راه فاش كنتكلموا على الطاقات المتجدده راه ما كنتكلموش على المحاور الكبرى، الهيدروجين الاخضر راه ما نقدروش نتكلموا على هذا، السياحه وزيد وغيره، مجموعه من الاشياء اللي نقدروا نستثمروا في المناطق النائيه والبعيده ونقدروا نخلقوا واحد التوازن. راه كيخص تكون عندنا استراتيجيه واضحه، خص يكون عندنا واحد الاستمراريه للسياسه الاستثماريه كيف اشار الاستاذ قبل قليل، وخص يكون هناك توازي في سرعات التنميه والبنيه التحتيه، وفي نفس الوقت اصلاح هذه المراكز واعطاء الصلاحيات، وفي نفس الوقت نفعلوا حتى المنظومه التحفيزيه، المساله الضريبيه، لان ماشي بحال غير يستثمر في المركز بحال غير يستثمر، ما نقولش الهامش ولكن نقول المراكز بعيدا عن المركز، وفي نفس الوقت تفعيل المساله ديال الدعم الاساسي والدعم اللي غيتوجه للمشاريع الاستراتيجيه، وهنا فين غيجي الدور ديال هذه المجالس الجهويه للاستثمار، لان هي اللي غادي تثبت ايضا في مسالات شكون غيستافد من الدعم شكون ما غيستافدش منه. يعني هذه الاشياء كلها غادي تكون مطروحه. اذا اليوم كنتكلموا على منظومه بصدد استكمال الاركان ديالها، كنتمنى ان تكون عندنا توجهات شموليه وما نبقاوش فقط مركزين غير على شنو دار مركز الجهوي للاستثمار بوحده، لان هنا كاين دور المنتخب، كاين الاداره المركزيه، كاين مجموعه المتدخلين اللي خص كلهم نرتبوا. اول حاجه نعرفوا ادوارهم، نرتبوا عليهم المسؤوليات، ومن بعد نمكنوهم ايضا من 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 الامكانيات الاشتغال ومن الامكانيات، ومن بعد من بعد غادي يفترض الحساب، لان اليوم الدستور اهم شيء جاء به هو ربط المسؤوليه بالمحاسبه. غادي نرجع لفكره مهمه وقيمه اثرها الاستاذ بدر الزاهر الازرق والمتصله، بانه هذا يعني المحطه الجديده من اصلاح المراكز الجهويه للاستثمار اللي تكلمنا عليها بمناسبه هذا اللقاء الذي عقد في مجلس النواب. اليوم كنتكلموا يعني منذ الميثاق الجديد للاستثمار فكنتكلموا على مرحلة جديدة، يعني اليوم عندنا ميثاق جديد وصف بالشفاف، وصف أيضا بالمحفز الهدف أو لكي يرتكز على حكامة موحدة على حكامة لا مركزية للاستثمار. شنو هي القيمة المضافة ديال هذا بما أننا مازال ما حصدناش الثمار المرجوة، ولكن وجود ميثاق جديد للاستثمار يعني برؤية جديدة وبتدابير جديدة، شنو هي القيمة المضافة اللي قدر أنه يحققها واللي يتعين علينا فقط أن نحصد ثمارها لاحقا إذا ما هوئ أو استكملنا عناصر المهمة؟ والله غادي يجيو مستثمرين اللي عندهم الإمكانيات ديال الحد الأدنى للاستثمار، وبحال اللي قلنا جميعا ما غيصدعش راسو غيجي المحور ديال الدار بيضاء قنيطره ويمكن يطلع لطنجة. علاش؟ هو ماشي وزير الشؤون الاجتماعيه جا من دوله اخرى باش يحل المشاكل ديال المغرب، هو راس المال تيجي يقلب على الربح، هو ما تيجيش يربح ويبقى في سلام امن، ماشي كل مره يتقلب ليه كاميو ربعه ديال الجبان ما غايبنيش معاك البلاد. راس المال جبان بحال اللي قال كارل ماركس، راس المال جبان وما غايجيش يبني معاك البلاد، لان هذا ماشي والله احنا باش نحلوا المشاكل كيف عندنا دابا، عندنا حقل من الالغام، عندنا 3.4 مليون مغربي بين 15 عام و34 عام ما عرفنا من دير بهم، ما يسمى بالنيت، يعني لا ديبلوم لا حرفه لا صنعاء لا انتغراس لا حتى حاجه. اذا 3 مليون ونص ديال المغاربه اللي تحصاو ما عندنا من نديروا بهم، لا أنا كيبل لا لا انا كنتكلم بالمنطق ديال رجل اعمال العباره اللي يزاولون اي نشاط، حنا خصنا نلقاو لهم حلول استثمار، خصنا الاستثمار، الحل هو الاستثمار. علاش تعتق في القرايه؟ وعندنا ما نديرو بهم غير هما اليوم. يمكن خلني التعبير الاستثمار غادي كيخلق الثروه، الثروه هي اللي كتحفز العقل ديال المستثمر باش كيقول خصني نتوسع، باش خصني نتوسع غادي ندخل الناس وغادي ندخل الناس في حدود، لان فتنا دابا المكنانه فتنا الالكترونيك وزدنا الماء هو رقمي يعني وما بقاوش مستثمرين كثار كيقلبوا على الحد الادنى للاجور. علاش؟ كيقول لك لا هذا عين نصف الكاس المملوء، قول لي الانتاجيه نعطي 4000 درهم الياباني الصيني غادي ينتج
5000 وحده في الساعه، وراه كنشوفوها غير في دوك الفيديوهات اللي كيكونوا كيتساروا في السوشيال ميديا. المغربي بعدا واش غيفيق في الوقت، واش غيجي في الوقت، واش انت عندك مترو اللي يجيبوا ليا انا في الوقت في مدينه قد الدار البيضاء باش يصوب ليا الف، وعند بالو راه ما عطاش نداروا بغى عليها علاوه تحسب كل الانتاجيه. ما تدويش معايا على الحد الادنى للاجور. انا كيبان ليا باش نخدموا على هذا الشيء دابا خاصنا نمكنوا وزاره الاستثمار من كثير من السلطات. علاش؟ باش ملي تمشي لواحد الجهه راه كثير من الولات والعمال يعتبرون بانهم هما رؤساء هذيك اللجنه ديال الاستثمار، وبان المركز الجهوي للاستثمار من باب الاستئناس اللي كيقول الساده القضاة. نقرا التقرير ديالو باش نستافد. لا شيء يلزمني باتباع ديك العقليه التقنيه والتوصيات او التوجيهات ديالو. هذا في حد ذاته راه مشكل. علاش؟ افضل نموذج للنظام الفعال في الانتاجيه في العالم واللي هو اللي اعطانا علوم التسيير وهو الجيش. الجيش والمارينز هما اللي عطاونا اكثر من 90% من النظريات ديال التسيير. علاش؟ كل واحد كيتكلم غير مع واحد، ما كيتكلمش مع جوج باش تبقى المسؤوليات مضبوطه. شكون الرئيس ديال اللجنه اللي غادي يقول لنا نديروا ولا ما نديروش؟ لا انا كندوي على الاقتصاد، انت كدوي على الاجتماع، انا كندوي على المجال التربوي، ويتفرق دام داك المشكل بين العرب كما قيل قديما. وهذه راه اشكاليه. علاش انا بغيت يكون وزاره الاستثمار عمرها ما تحيد ويكون كيدعموا السيد رئيس الحكومه كما يجب، حتى ولو انه ماشي منه من الحزب. علاش راكينا حتى حسابات ضيقه حزبيه؟ واش انا غادي نخليه يبان على ظهري هو كوزير استثمار مره جاي يعود هو رئيس الحكومه؟ هادشي قبيح، ولكن خصنا نتكلموا عليه. يساندوا من اجل مصلحه البلاد، لان هاد الخبز الا كبرات راه كلنا ناكلوا منها اكثر ما كنا كناكلوا قبل ما نبقاو جيعانين. وملي يكون السيد يكون تحت منه المندوب السامي للاستثمار، انا اؤكد عليه عطيو السمية. لا اليوم انت كترافع كدير البريدوايي على المندوب. تماما. توصيات لا يقترح فقط. باش هذاك السيد الى الوالي ديال واحد الجهه ما بغاش يشد الخط في الاستثمار لغرض في نفس يعقوب. وعاد نفتح واحد القوس ديال العقار اللي هو من المشاكل الخطيره في الاستثمار. الوعاء العقاري. انا ما فهمتش علاش كيمشي واحد من المنتخبين الاغنياء ولا كيجيب واحد عنده راس مال كيشريو اراضي فلاحيه كيبقاو يجريو يقادروا له راه 3 سنين شويه يبدا بيع علينا حنايا المترو. الدوله ملي تكون باغا دير مناطق صناعيه ما تخليش اللي عندهم الفلوس والمنتخبين الفاسدين ماشي كلهم وسطر عليها بالاحمر يشريوا اراضي فلاحيه ويقلبوا لنا فيها حنا البيع، لا باش نسكنوا ولا باش نستثمروا. الدوله راه عندها ادرع عقاريه لا باغا دير خدمتها، لا سي جي العمران، علاش ماشي هما اللي يديروا هذه العمليه وياخذوا هامش ربح ديال 7 ولا 10% باش يقدروا يسيروا المؤسسات ديالهم؟ علاش انا هذه السياسه كنخليها المنتخبين في جميع المدن معروفين هما اللي كيديروها؟ اذا خاص قرارات سياسيه ماشي اداريه. جراه. سياسيه سياديه. سأذهب مرة أخرى إلى ضيفي في الدار البيضاء الأستاذ رضوان زهرو. طبعا كان التفاعل فيه الكثير من الحماس، فيه اقتراحات، فيه ترافع. اليوم إذا كنت تكلموا على طبعا هذه المحطة المرتبطة بكل ما هو قانوني وبإحداث لجان جهوية للاستثمار تعضد وتدعم عمل هاد المراكز الجهوية، ونتحدث في سياق ميثاق جديد للاستثمار، برأيكم ما هي مداخل الحل والتجاوز؟ يعني نريدك أن تساهم معنا أيضا في الاقتراح، ربما في التوجيه نحو الأولويات، لأنه يجب أن نشتغل بهذا المنطق وأن نتعجل رؤية الثمار. سي زهرو. نعم صحيح، سؤال جيد جدا، لأنه العملية الاستثمارية تتداخل فيها عدد من العناصر طبعا المرتبطة بما نسميه بالفضاء الاقتصادي الوطني، الاسباس ايكونوميك ناسيونال. والفضاء الاقتصادي الوطني ما يزخر به من مزايا متعلقة بالبنيات وأيضا متعلقة بالموارد البشرية وبعدد مثلا بالماء، الكهرباء، الانترنت، الشبكة الانترنت وغيرها من العناصر التي تدخل في تحديد تنافسية التكلفة أو تنافسية الثمن. إذا هذا الشق متعلق به. هناك شق متعلق طبعا بالإدارة. هناك الإدارة قامت بكل أعتقد في رأيي شخصي تقوم بجهد كبير وكبير جدا مواكبة
للمقاولات، مقاولات كبرى، صغرى، متوسطه، متناهيه الصغر. هناك عدد من التحفيزات، عدد من ايضا الامتيازات تمنح كثير من الاحيان من اجل النهوض طبعا بالاستثمار، خاصه في المناطق اقل حظا من غيرها. إذن هذا ايضا الدوله قامت بمجهود كبير، ميثاق جديد للاستثمار. اليوم اصلاح هذا المشروع الجديد 2024 المتعلق بمراكز جهويه للاستثمار واحداث لجان جهويه موحده للاستثمار. إذن هذا جانب. هناك جانب اخر متعلق بالمستثمر نفسه، لان العمليه فيها اثنان، فيها الاداره وفيها المستثمر. سلوك المستثمر، تعلمين على انه في بعض دول امريكا اللاتينيه اصدروا منذ الثمانينات مدونات لسلوك الاستثمار. مثلا المكسيك عندها مدونه سلوك الاستثمار. هذا الاستثمار الذي يحظى بالمواكبه ويحظى بالدوله تقوم بكل ما لديها من اجل تاهيله وتحفيزه، وهذا فهذا المستثمر اولا لا بد ان يكون مواطنا، ثانيا مواطنا بمعنى يؤدي ما عليه من ضرائب. نعم. كفى من دائما في كل مناسبات تقديم مشروع قانون الماليه نرى الكونفدراليه تطالب مزيد من التخفيضات الضريبيه او امتياز او كفى. من اليوم لا بد على المستثمر هو نفسه ان لا يتهرب من اداء الضرائب، لا بد ان يتوجه نحو القطاعات ذات الاولويه. اليوم بالنسبه لبلادنا القطاعات التي تخلق القيمة المضافة العالية، التي تخلق فرص شغل حقيقية ومنتجة، التي تستثمر في القطاعات لضمان أول الأمن الطاقي والأمن الصحي والأمن الغذائي. نعم. وهذا هو التوجه اليوم للبلاد يعني. أيضا حسن سلوك هذا المستثمر أيضا هو مرتبط بحفاظه على البيئة ومساهمته في تحقيق التنمية المستدامة اليوم في بلادنا. فلا بد هذا المستثمر ما يخلقش مثلا بعض الصناعات التي تضر بصحة المستهلك وأيضا تضر أو تؤدي إلى تلوث. شكرا أستاذ رضوان زهرو. أيضا جملة من الاحتكارات ومن المضاربات، خاصة الاحتكار القلة. اليوم لا نعاني من الاحتكار لهذا قليل في بلادنا، هناك ثلاث أو أربع شركات، لكن هناك نوع آخر هو أخطر، واحتكار قلة، وتعرفون هو موجود في بعض المجالات اليوم. نعم. وبعض القطاعات، وهذا يضر أيضا بالمستثمر. أيضا لا بد أن تكون هناك مسؤولية اجتماعية لهذا المستثمر أن يساهم في عدد من المبادرات التي تسعى إلى تحسين الدخل وأيضا الى ممتاز. بقات لنا جوج ديال الدقائق بغيت نعطيها للدكتور بدر الزاهر الازرق، لانه ما عطاناش حتى هو يعني اقتراحات، ما عطاناش ترتيب اولويات. طبعا في المداخله ديال الاستاذ زهرو هو عرج على مدونات السلوك، يعني ربما مهم جدا هذا البعد في النقاش، لكنه يبقى بعدا يعني مبكرا بالنظر على ان الهدف الاساسي اليوم هو تقويه يعني الجاذبيه ديال 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 المجالات الترابيه المغربيه بشكل عام. نعم. وتحفيز المستثمرين. انا كنتمنى وسع اموالهم فيها. انا كنتمنى اليوم، لان انا بالنسبه لي احد الاشكاليات الرئيسيه اليوم هي التنسيق بين مختلف الفرق المانيين مساله الاستثمار الالتقائيه، وخاصه باش ما يكونش فريقك يظن بانه راه عنده الوصايه على الفريق الاخر. لا، يكون واحد الصلاحيات واضحة، واحد تعريف الأدوار، وتكون تكاملية بين مختلف الفاعلين. نقدروا نزيدوا، أما لكن شي كيمارس الوصاية على الطرف الآخر ما غاديش يمكن نزيدوا بهاد المراكز وما نحققوا الأهداف ديال المرجوة من الاستثمار في هاد المناطق. ثاني شيء، خصنا نفعلوا المسألة الهوية الاستثمارية. راه ما يمكنش غنبقاو كنخدموا بعشوائية ونفرقوا ونحاولوا نوزعوا الاستثمارات استنادا للمجموعة من الاعتبارات اللي ما كتاخذش بعين الاعتبار الخصوصية الطبيعية البشرية الجغرافية لكل منطقة ثقافية كذلك. وفي نفس الوقت كنتمنى اليوم، لأننا قلناها قبيل، راه ما يمكنش فقط نعولوا على المراكز ديال الاستثمار إذا ما كانش عندنا سياسات موازية على مستوى البنية التحتية، على مستوى تكوين الموارد البشرية، على مستوى تأهيل هذه المناطق. راه ما يمكنش نعولوا فقط على اللجان الوطنية للاستثمار، الجهوي للاستثمار، أو نعولوا فقط على المراكز الجهوية. بمعنى أنه قد نضع الآليات، قد نحدث المؤسسات، قد
نوفر، ولكن كاين شروط تتجاوز الفاعلين المباشرين في تحفيز الاستثمار. وبالعودة للخطاب الملكي، فكان توجيه ملكي إلى ضرورة تعبئة الجميع من أجل طبعا النهوض بالاستثمار. وغاد نرجع نوظف نفس العبارة الملكية اللي كي تعتبر قطاع حيوي وأساسي للإقلاع الاقتصادي. شكرا جزيلا لك. شكرا لك الأستاذ بدر الزاهر الأزرق، أشكرك جزيلا الشكر، الباحث في الاقتصاد وقانون الأعمال. أشكر المحلل الاقتصادي الأستاذ رضوان زهر، وأشكر أيضا ضيفي الأستاذ عبد الإله عتيد الخبير الدولي في تسيير المقاولات والأستاذ الجامعي. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، على الوفاء لميديا أن تي في. مواعيدنا الإخبارية، نشراتنا وبرامجنا متواصلة. للمزيد من الأخبار ميديا نيوز.com. إلى اللقاء.